يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من المعلوم أن الجمعة صلاة الجمعة لا تجمع مع صلاة العصر. نعم. فإذا صلى الجمعة مع الإمام ونواها هذا المأموم ظهرا لأنه مسافر لكي يجمع العصر معها، فهل فعله صحيح؟ هذا تخيل، هذا تخيل، كيف يحضر الجمعة اللي هي أفضل وهي فرض الوقت ويحولها إلى ظهر؟ لا، ما يصلح هذا. صليها جمعة يحصل على أجر الجمعة، ويصلي العصر في وقتها والحمد لله، ما يصليها مع الجمعة. نعم، تخيلات الناس عجيبة. نعم.